كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم وصيام مقبول. رمضان بيفكرنا بالتراث وبالتاريخ، وعلى فكرة تراثنا فيه جانب مهم عايز أكلمكم عنه، الإسهامات الإسلامية في العلم والمعرفة. ده علماء المسلمين نظموا المعرفة اللي سبقتهم وترجموها للعربية وزادوا عليها كتير كتير، وبنوا أساس العلم الحديث اللي تفوقت فيه أوروبا وأمريكا النهاردة. تعالوا معايا في رحلة مع علماء الإسلام. النهاردة عايزين نتكلم عن عالم مش متخصص، عالم تخصص في حاجات كتيرة جدا، عالم موسوعي، وهو البيروني. الحقيقة هو أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، ولد في بلدة بيرون إحدى البلاد في إقليم خوارزم حوالي سنة 973 ميلادية. ولكن الحروب دفعت البيروني إلى الهجرة إلى الهند. وصف كل ما رأى وعاين كتير واكتشف كتير وتعلم كتير وكتير. بعد 40 سنة رجع البيروني من الهند إلى خوارزم حيث مكث وتوفى سنة 1048. البيروني في هذه السفرة الكبيرة في الهند تعلم كتير ودرس الرياضيات على أيدي الناس اللي كانوا في العالم العربي وكذلك الناس اللي كانوا في العالم الهندي. فتعلم من منصور بن عراق وعصر بن سيناء وابن مسكوية، وفي النهاية ترك لنا حوالي 100 مؤلف جمعت كل حاجة، التاريخ، الرياضيات، الفلك، وكتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية يعني بأرخ، وكتاب القانون المسعود في الهيئة والنجوم، وكتاب استخراج الأوتار في الدائرة، كتاب هندسة، وكتاب التطبيق إلى حركة الشمس، وكتاب كيفية رسوم الهند في تعلم الحساب ونقل الوسائل الرياضية اللي كانت موجودة في الهند إلى العالم العربي ومنه انتقلت إلى أوروبا، وكتاب في تحقيق منازل القمر وجدول التقويم، وكتاب مفتاح علم الهيئة، ومقالة في تصحيح والطول والعرض لمساكن المعمورة من الأرض، وله إسهامات كثيرة كثيرة في تقريبا كل الموضوعات اللي ممكن الواحد يتخيل فيها. البيروني بالإضافة لكل ده أهم بنظريات تطبيقية ونظرية حول السوائل وتوازن السوائل، وإزاي المية تطلع من تحت لفوق في الفوارات والينابيع من تحت الأرض إلى أعلاها، وإزاي السوائل ترتفع في الأوعية المتصلة إلى مستوى واحد اللي هي نظرية الأواني المستطرقة على رغم اختلاف أشكال الأوعية وأحجامها. وتكريما لهذا العالم الجليل الذي كتب عن الهند وكتب عن التاريخ وكتب عن الهندسة وكتب عن كل الموضوعات، العلماء سموا في القمر بركان باسمه. تم اختياره لهذه الفوهة البركانية على القمر باسم البيروني، وبذلك اشترك مع الخوارزمي وأرسطو وابن سينا في موسوعة العلماء الكبار اللي يكرموا بهذه الصورة. يا سلام على البيروني العالم الجليل الذي سافر إلى بلاد الدنيا كلها، ولكن أساسا عاد فأسهم بعلمه، وكذلك كان أجدادنا علماء المسلمين.